دينا بننتقل مع سلمى لفقرتنا الأخيرة. أكيد نور، مستمرين، وصلنا لختامنا. وعلى المقاعد الدراسية تبدأ أولى الخطوات بعملية التعلم والاكتساب عند الطفل، لكن بعيدا عن الغرف الصيفية هناك مساحة من التدريب الإبداعي فتحت أبوابها أمام الفئات العمرية الصغيرة، والبوصلة هو إعداد جيل متميز. سلمى اليوم رح ندخل مع غنوة حلقي، وهي مدربة في مجال الحساب الذهني، ومنى صابوني مدربة التربية والتعليم البيئي، لحتى نتعرف أكثر بشكل أوسع على أبرز التدريبات المقدمة للأطفال. خلينا نصبح عليكم، ومعكم كتير شغلات حلوة اليوم. صباح الخير. صباح النور. أهلا. صباح الخير، يسعد صباحكم. رح نبدأ معك غنوة ونحكي شوي عن الحساب الذهني والقدرات، وتعرفينا شوي. بتشكركم أول شيء على هالاستضافة الحلوة. نحن بنعلم الحساب الذهني، بنبدأ بتعليمه على مادة، على أداة جديدة هي الأباكوس. الأباكوس هي الصراحة ما لها جديدة، هي متبعة من زمان بالدول يعني شرق آسيا، لكن نحن نازلة بسوريا إلى 5 سنين تدرس وتدرب للأطفال. هي بالحقيقة بتزيد قدراتهم الذهنية بشكل كتير واسع، لأنه هي بتعمل على تشغيل شقي الدماغ يلي نحن شوي عم يصير في عنا قلة تركيز وقلة انتباه للطلاب من خلال الألعاب الإلكترونية، الموبايلات. يعني شوي نحن عم نحاول نرجعهم للدراسة هيك بشكل حلو. أداة الأباكوس هي بتعملنا، فينا بس نرفع مشان بتعطينا نتائج دقيقة بالعمليات الحسابية، وبالتالي بيزيد الولد ثقته بنفسه كتير. يعني لما هو بيصير قادر على أنه يقوم بالعمليات الحسابية ما بيضل خايف منها، ما بيكره مادة الرياضيات يلي يعني نحن توجهات الأطفال ما كتير في فئة معينة. بصير في عندهم مشكلة، ما بكل، حتى نحن وصغار كنا نكره رياضيات، كبار وصغار. يعني هلا نحن ما حنقول لكل الأغلبية، ليش؟ لأنه الولد لما بيخاف من شغلة فبصير في عنده حاجز بينه وبينه، ما عنده تقبل إنه يتعلم شيء جديد شو ما كان سهل وبسيط. فنحن من خلال أدواتنا التحفيزية، التعلم عن طريق اللعب يلي هو صاير الوسيلة الحديثة للتعلم، يعني غير النظري اللي كان متبع من قبل. فالأباكوس بيعطي نتائج أكيدة، فبالتالي بيصير في ثقة بالنفس أكثر للطالب من خلال خطوات نحن مندربه عليها. وهي نقطة مهمة عم تحكيها منى، أنه كيف فعلا نحن فينا نستثمر طاقة اللعب عند الأطفال. يعني دائما بتلاقي أطفالنا في عندهم طاقة كتير كبيرة، نحن عم نحاول نستثمرها بطريقة إيجابية، إن كان عن طريق الحساب أو الرياضيات اللي هي فعلا عند كتير من الطلاب مشكلة، لأنه الأسلوب الذي يتبع بالمدارس سابقا كان يمكن جامد، بتحسي في طريقه من الطرح نظري، عندي 40 دقيقه بدي اخلص الماده بغض النظر عن النتائج الموجوده. فقديش فعلا هيك طرق بتسهل على الاطفال. هلا عم نحاول نستثمر العطله الصيفيه، يعني هلا كبدايتها، فبدوراتنا الصيفيه عم نحاول نبعد شوي، انه نحن بدنا نقوي، يعني اي ام ترغب انه تقويه ابنها خلال العطله الصيفيه، والولد عم بيصير عنده لا انا ما بدي ارجع ادرس مثل الشتاء. فنحن عم نحاول انه نعلمه وبنفس الوقت نستثمر هي الطاقه، لانه هي موجوده بكل طفل. يعني ما فينا نقول له لولد لا تحرك طبعا، لا تلعب، بس تعود ادرس شوي والدنيا صيف. فهلا نحن بدوراتنا الصيفيه باذن الله بمعهد السحاب رح نخليه يعمل تعلم ولعب واستثمار طاقته بشكل ايجابي. هذا الشيء اللي نحن هدفنا له. بنفس الوقت لما عم يتعلم بمادة الحساب الذهني كتير كتير عم يطور من قدراته، يعني ذكائه البصري، السمعي، تطوير حواسه، تطوير مهاراته المعرفية. الألعاب كتير بتشد، يعني نحن شوي كيف بدنا نقول له وقف لعب على الموبايل أو الآيباد إذا ما عنا خيار بديل. فنحن بهي دول الألعاب عم نعطيه خيار بديل، نخليه يزيد من نسبة انتباهه وتركيزه اللي عم يخفوا من خلال هي الألعاب. طيب منى، كمان المجال اللي انت فيه مجال التربيه والتعليم البيئي، يعني هن بيحسون الواحد انه مجال كثير صعب، كيف اطفال بدهم يتعلموا تعليم بيئي؟ خلينا نبسط هالمفهوم، نشرح شو عم تعطوا الاطفال بهي الدورات. اول شيء صباح خير. صباحك. ثاني شيء، هلا انا خريجه علوم بيئيه ودرست هذا المقرر بالجامعه عنا، والفكره انه التربيه هي عمليه مستمره للكل، يعني من الطفل للكبير.
الشيء اللي كانت عم تقوله غنوة نفسه هون نحن بنشتغله، انه التعلم عن طريق اللعب. البيئة اللي هي المحيطة بالطفل اللي بتعامل معها، مي وهواء شمس تراب كل شيء بتعامل معه، حيوانات احيانا نباتات، هو دائما طريقة تعامله معه هي بناء على كيف تربى، على كيف تعود، كيف شاف اهله، كيف شاف بالمدرسة. بنعمل الشيء اللي بنحاول نحن نعمله انه نطرح عليه القضية او الواقع ونساعده يفكر ويعمل تعديل سلوك تجاه هدول العوامل المحيطة حواليه. فبيصير بيعرف انه هاي المي ما له لحاله، هاي المي بده يشرب منها كثير عالم. هذا الهواء ما رح يتنفسه لحاله، رح يتنفسه عالم معه هلا وبسنين لقدام. فكان كيف ممكن نبسط هذا الموضوع للطفل هو كمان بالألعاب، بالفيديوهات، بالفن، بأنه يعبر عن حاله. لأن أنا ما فيني أطلب من الطفل أنه يفهم البيئة إذا ما فهم هو حاله، ما هو جزء منه، الإنسان جزء من هاي البيئة نفسها. فلحتى يفهم حاله هو بحاجة ينبسط، بحاجة يعبر عن حاله، بحاجة يحكي، بحاجة يرسم، بحاجة يعمل مسرحيات أحيانا، رقص، أغاني، كله بيصب بنفس هذا الإطار لحتى نوصل له. جميل كتير نحكي عن هاي التفاصيل، خصوصا لأطفالنا اليوم في ظل الحرب اللي عم تعيشها سوريا، وكيف فعلا فينا نعدل سلوكهم ونصحح الأخطاء الشائعة اللي هي بشكل يومي أو مستمر من خلال الأهل أو البيئة بشكل غير مقصود بيكتسبها الطفل. رح نرجع لعندك غنوة، خلينا نحكي يمكن مثال بسيط من خلال الجهاز اللي بإيدك، فعلا قديش فينا ننشط الخمول الذهني. اليوم في عندنا خمول ذهني عند الأطفال مثل ما قلتي من خلال الآيباد، الموبايل. بتلاقي الولد قاعد بالبيت وعشر ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات. هون في عندك يمكن ألوان تلعبي فيها، تفاصيل تانية، في عندك تنشيط للخمول الذهني لدى الطفل فينا نقول. هلا بدأنا نحن بالحساب الذهني، يعني كان نرجع شوي لأنه تعلم هاي المادة. نحن بنستخدم هاي الأداة وبعدين بنصير نستغني عنها، بس ليصير في ألفة بينه وبينها، لأنه بصير نحن بنتخيل أنه نحن ماسكين المعداد وعم نشتغل عليه. هلا الأبكوس هو يعني بيعتمد على طريقة للحل. نحن بنقسم، نعطي مثال أنه مثلا نحن رح نقسم مثلا أحد عشرات مئات ألوف، ومنعمل نحن أول شيء منعرفه للطفل على أجزاء المعداد. يعني احنا عندنا خرزات السفلية هي اللي بتمثل من 1 للـ4، كل خرزة بتمثل عنصر واحد. بعدين بالخرزات العلوية منعلي القيمة للعدد، يعني نحن بتصير الخرزة الواحدة فوق هي بخمس عناصر. فنحن لما علينا القيمة مثلا نحن أول شيء هدول لازم كلهم يكونوا نازلين، لأنه ما لا يحسب إلا لما يطلع على الخط الفاصل. فلما رفعنا 1 + 1 + 1 فهون +5. عرفتي كيف؟ هلا ناقص، نحن رح ننقص 5 + 1 + 1. هلا في قوانين، بس لما يصير عنده خبرة كافية بالعمل على المعداد بصير في قوانين لحتى نعطي كل المستويات. نحن عندنا 7 مستويات، هن الكتب اللي انطرحت من 5 سنين بأعداد المدربتين سمية ورفيدة مكي بتأليفهم، كانوا هن اللي حاطين القواعد اللي ماشيين عليها، اللي بنقدر نعمل جمع وطرح وضرب واسمه على المعداد الأبكوس. فهيك بصير في عنا شيء محسوس، يعني ما عاد في شيء نظري فقط. خصوصا جدول الضرب تحفظه بصم او كذا، بتلاقي ولا جداول الضرب لحالة كانت عنده عنا تعليمه لكل جدول لعبة او لعبتين، فهو حفظهم وهو عم يلعب. فينا نرجع نعمل دوره لانه يعني نرجع نستفيد من هيك. والله يا ريت عن جد هالايام قديش في وسائل تخدم الطالب. كان في جدول ضرب يعني بشكل عام، كان في جدول وعصد. تمام، كان في جدول ضرب الواحد يقول الحقيقه. بالفعل حتى لهلا يعني في نحن عندنا نسبه لسه ما وعيت لهي المهارات. يعني نحن مناهجنا كتير تعبت عليها الدولة وطورتها بشكل مهاري، بشكل معرفي، بشكل استكشافي، لكن في عنا جزء من المعلمات لسه ما طوروا، يعني عم يعطوه كمان بالطريقة القديمة. هي يا ريت بس نعمل لهم شوية يعني هي التدريبات للمهارات، يعني طبعا تطوير مناهج كتير عم تخدم الطالب. يعني اعطاء الجداول الضرب بهي الطريقة عن طريق اللعبة، هو عم يلعب حفظه، يعني قديش بيصير عنده يا حفظ باللاوعي. باللاوعي خلص من خلال اللعبة هو حفظه. هي الطريقة الجديدة اللي يعني إن شاء الله تصير متبعة يعني. أكيد. والأبكوس مثل ما قلت لكم هو بداية لهذا الشيء، والألعاب
الذكاء، وفي كثير العاب للاباكوس هي بتخدم هذا الموضوع. اكيد يعني كمان خلينا نحكي عن تكامل بين الحساب الذهني والتربيه والتعليم البيئي، قديش كمان بيساهموا مع بعض ب خلينا نقول الطفل يشوف بقى الحياه من منظور ثاني، يشوف التربيه والتعليم من منظور ثاني. هلا الفكره انه الطفل نحن بالعاده بنعامله على انه ولد صغير بيقدر ما بيقدر كذا، فعليا هو ايه بحاجه رعايه اكثر احيانا وحاجات نلبي له اياها، بس هو فعلا قادر يعمل معجزات وقادر يفكر باسلوب كثير ابداعي، خياله كثير واسع ومنفتح، شخصيته لسه ما تقولبت ما تحددت مثل الكبار. فهيك نوع من الدورات وهيك نوع من التدريبات بيساعده اكثر انه يلاقي حاله وانه حتى لقدام يتغير طريقه تفكيره. انا بتذكر كل الشغلات اللي لهلا علقانه فيني هي علقانه من الطفوله الايجابيه والسلبيه، وبتخيل كثير مننا هيك شتعرض مواقف بالبيت بالمدرسه مع عالم، المفاهيم اللي اكتسبناها والقيم كمان نفس الشيء. انا تربيت 13 سنه بالريف، هذا كثير اثر على اختياري انه انا بدي علوم بيئيه مثلا. انا بدي شيء له علاقه بالشجر ومي وحيوانات ولازم ننتبه عليها، شيء مشابه للبيئه اللي اكتشفتيها 100%. وبعرف قديش هذا الشيء ممكن يساعد الطفل انه يحس بالانتماء للمكان اللي هو موجود فيه. تكامل هدول المواد العلميه هو له علاقه بانه نحن بعدنا شوي عن جو المدرسه، لانه للاسف لسه مو كثير المدارس عم تكون مناسبه لتنميه شخصيه الطفل ودعم تفكيره وكل شيء، هو كل قدراته ومواهبه. هي نقطه كثير مهمه عم تحكي عنها منى، يعني هي رساله نوجهها فعلا من خلال برنامج صباحنا غير، قديش فعلا قادرين نحن نحتوي الطفل من خلال مساحته او مواهبه ونستثمره بطريقه ايجابيه، لانه نحن ضمن برنامج صباحنا غير عم نتفاجئ ان كان اطفال ولا شباب بمواهب جدا خرج الواحد يدعمه ويستثمره ضمن ظروف حرب وامكانيات ومساحه جدا محدوده. صح. ورغم كل الظروف السيئه لما من يعني بنشوف الاطفال مثلا بيجوا على الدورات لعنا مثلا بصيروا فجأة هنن إيه أنا عندي كتاب بالبيت بدي بكرة أجي أقرأ لكم منه عن الطير الفلاني مثلا أو عن الموضوع الفلاني أو كذا، بصيروا بيشجعوا بعض، بيعملوا التجربة العلمية، بيكتشفوا لي في خلايا في قصص شغلات عم تحرك، عم يشوفوا تحت المجهر عم ينقوا مي فيها كذا. يعني هذا كلياته بيحسسهم بالواقع أكثر، بس بطريقة مو تبع مدرسة وقاعد وكتب وظيفة وعلامات وخناقة. تماما. يعني منى وغنوة اليوم كان معنا مساحة هيك قدرنا شوي ننشط فيها الذهن، وأكيد إذا نحن قدرنا نفوت شوي تفاصيل كمان أكيد الأطفال عم بيفوتوا فيها. بدنا نشكركم كتير على تواجدكم معنا، وهي أمانة بنتمنى أنه تضل معكم لا أجيال تانية لحتى يطلع جيل متعلم قادر يحسب جدول الضرب من دون ضرب. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا كثير لكم. سعيدين جدا بوجودكم معنا.